مكملين اكيد معاكم مواضيعنا وفقراتنا وضيوفنا المميزين اللي دايما يشرفونا في كل عدد من برنامج صباح الوطن. يا اليوم يوسف ضيوفنا يعني عندهم ربما ميزه خاصه، نروح الى مجال التمثيل، الى عالم الفن. كي نقولوا الفن كي نقولوا التمثيل نقولوا السيد العمري كعوال لو حاضر معنا اليوم في البلاطو. صباح الخير العمري. صباح النور، نورتنا. الفرح والسرور. مرحبا بك، ربي يخليكم ربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا لك. حاضر معنا كذلك الممثل المسرحي بلال كراش. صباح الخير بلال. صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا في البلاط. ربي يحفظكم وشرف لنا ان متواجدين معكم هذا الصباح. شكرا لك. يلا باش نبداو حلقتنا نهار اليوم، الجمهور راه متشوق باش يشوف خاصه انت العمل اللي واقف في الشاشه. وشنو مازال ما طرحش سؤال جبد هذا هكذا ندمر على ندمر راني محرحر باقي نخلفها. لا لا، ولكن سي العمري بكل صراحه نشوفوك في الاعمال الرمضانيه لكن على البلاطوهات ظهورك قليل، علاش؟ البلاطوهات تقصد هذو ليزيميسيون؟ ليزيميسيون البرامج التلفزيه يعني. بكري كانت العكس، كنت بزاف ليزيميسيون ما نظهرش في التلفزيون. بعد علاقه عكسيه. علاش؟ لا ماشي الانسان هكذا، هاك كيعرض واحد يكون قاعد ويحب يكتشف ويشوف الناس ويشوف القناه ويشوف المناشط. والله انا منين كلمتني كريمه اسمها كريمه شرف لينا خاصة جات في اطار الحدث هذا تاع المهرجان، قلت لها افيك ان كرون بليزير وجينا. طيب قبل ما نحكوا في لي ديتاي تاع رمضان وما رمضان والاعمال وكذا، في رمضان حنشوفوك بزاف في البلاطوهات ولا في الاعمال؟ لا لا ان شاء الله تشوفونا غير في الاعمال، ما تشوفوناش مش من اعمال. الاعمال تاعك حتكون فكاهيه دراما ولا؟ العمل اللي راني فيه الان هو عمل درامي. هو شوفي، هو نصحوا المعلومه، هو كلها اعمال دراميه. حتى لو كانت تكون كوميدية هي اعمال دراميه. يلا والناس والفت تقول ان ما هو درامي زعما هو تراجيدي، وما هو كوميدي وغير درامي هذا خطا. الاعمال تقريبا كلها دراما، فقط نقولوا هذا عمل تراجيدي، هذا عمل كوميدي، هذا ميلو دراما، هذا عمل يعتمد على الطابع النفساني. هذا عمل احنا نخدمه في مسلسل، بالنسبه لي انا راه اجتماعي عادي. بالنسبه لي اجتماعي، فيه مواقف والمواقف جديه، وفيه بعض المواقف ممكن تكون هزليه مع مؤسسة التلفزيون العمومي. نعم. ومع المخرج مهدي تصابيست. يعني مش راح تغيب علينا على الشاشة هذا رمضان إن شاء الله. من المفروض احنا رانا متواجدين في، جيت من بلاطوات التصوير، رانا في التصوير إن شاء الله ما نغيبوش، وممكن تكون فيها أعمال أخرى ما زالت ماهيش مؤكدة يعني ني با انكور كونفيرمي. في وهران مع فرقة اللي مليحة تعجبني في الكوميديا. فرقة عبد القادر، أصدقائي عبد القادر الجريو وخساني، تحياتنا لهم. ايه وحميد وهذوك الفرقة، وأول مرة راح نخدم مع ناس تاع وهران وعجبني الحال. تحت عنوان؟ والله ما نعطيولكش السبق الصحفي، خليها كلش في الازهر لان العنوان قادر اخر دقيقه يتبدل. صح. نعم. طيب العمري انت باش نكملوا معاك، ربما باش نروحوا الى بلال، وين تشوف روحك ربما تعطي اكثر، تقدم ربما عمل رائع يحبك فيها الجمهور، هل في الدراما ولا الكوميديا؟ هو ما عنديش زعما هكذا فرق بين الطابعين. يعني الانسان يبذل اكبر مجهود تاعو باش يقدم حاجه مليحه وحاجه حسنه للجمهور، سواء كانت في الكوميديا او في التراجيديا. ولكن دائما الممثل كيكون ممثل مسرحي عنده واحد الحنين واحد الانتماء للخشبه اكثر من التلفزيون. صح. على هذيك يبان لي باللي نحب نتواجد فوق الخشبه اكثر منه امام الكاميرا. ولكن نعم. الجمهور ديالك وين يفضلك اكثر ربما؟ هل في المسارح، التلفزيون، السينما او غيرها؟ الجمهور عند الجمهور كيفاش تعرفوا؟ الجمهور تعرفوا من خلال التعليقات اللي نقراوهم في مواقع التواصل. كاين ناس يقول لك نفضلك نحب نشاهدك فوق الخشبه، تعجبني فوق الخشبه. وكاين اللي ما يشوفش المسرح، كاين اللي ما يروحش للمسرح. وكاين اللي ما يروحش للمسرح ويقول لك تعجبني في ها السيد كيما راه هكا، تعجبني في وسمو في الشاشه. دونك انا واش نقول لهم؟ نقول لهم باللي بالنسبه لنا احنا
المهم هو اثبات الوجود، تكون عندك اون بريزونس في الجهة، يكون عندك تواصل مع الجمهور مباشر منا ولا منا. واكيد الجمهور العمر يحبك في كل حالاتك وين ما تلعب وين ما تكون يتبعك. طيب نروح الان الى بلال كراش، ممثل مسرحي او ممثل في مسرحيه تفضلي يا انسه، مرحبا بك من جديد. ربي يحفظك. طيب وش قلنا يعني على العمل المسرحي، وش قلنا على المسرحيات اللي اديتهم انت بلال كراش في مسيرتك المهنيه؟ بون انا بديت المسرح، بديته وانا صغير مع استاذي طبعا العمري كعوان، وين بدينا بديت مسرح الاطفال، كنت انا طفل ندير المسرح للاطفال، وكانت لي تجارب يعني في مسرح الكبار، ولكن كتجربه زعما احترافيه هي هذه مسرحيه تفضل يا انسه اللي كتب النص تاعها استاذ العمري كعوان واخراج العمري كعوان. هذه هي اللي اول نقدر نعتبره اول عمل محترف في مسيرتي. طيب هذه المسرحيه لحد الان حصلت بها لقب احسن ممثل في هذه المسرحيه، وش يضيف لك لقب كما هذا؟ ربما كان عندك لقب من قبل في تونس في المهرجان المغاربي بنابل كاحسن ممثل ايضا. الالقاب هذه وش تضيف لك في مسيرتك الفنيه؟ والله الالقاب هذه انا نشوفها انها تكليف، يعني اللي راح تزيد تخلي لي نخدم اكثر واكثر باه نكون ديما في المستوى. والانسان قد ما يتعلم مازال لازم يزيد يتعلم. صح. الالقاب هذه ناخذها انا من جانب انه تعطيني دعم باه نزيد نخدم اكثر واكثر ان شاء الله. طيب نعم. ربما نفس السؤال نطرحه على سي العمري كعوان اللي راه حاضر معنا ايضا، وشنو هي الالقاب ربما واش تضيف لكم انتم كممثلين؟ وهل صح اليوم هذه الالقاب اللي راهي تمد لمختلف الممثلين خاصه التلفزيين في المهرجانات العربيه وحتى الجزائريه، هل عندها مصداقيه؟ والله في بعض الاحيان عندها مصداقيه وفي بعض الاحيان نعرفوا راك على بالنا كيفاش تمشي الامور، يعني في بعض الاحيان راهي تيجي يقولوا شيلي برك مد برك، ولكن الانسان الفنان يعرف لازم يعرف يتعامل مع الجائزه، ما لازمش يحطها هدف اسمى. لا، جائزه هي محطه من المحطات، نوع من التحفيز، نوع من التشجيع في مرحله معينه، لكن دائما يبقى الهدف مازال بعيد، مازال الانسان لازم ياخذها من الجانب انه يتشجع باش يزيد يخدم احسن. نعم، العمري قلت انه مد برك الجائزات، يعني واش تقصد بها؟ هل يعني معرفه ولا ربما؟ ايه معرفه تدخل فيها في بعض الاحيان يقدر واحد يدي جائزه كامله، مانيش راني انا مانيش منحي روحي من هذا الناس، في بعض الاحيان يقدروا الناس يدي جائزه ما يستحقهاش، ويقدر واحد في اللجنه التحكيم يمد جائزه لواحد ما يستاهلهاش. طيب ربما هذا الشيء شوفوه كريمه عند الفنانين الشباب ولا اللجان اللي راهم طالعين، ولكن حتى هذا الامر ينطبق على الفنانين الكبار اللي عندهم اسماء في الساحه. والله غير حتى خارج الوطن اللي رانا زعما احنا نقتدي ونقول لك فيه دول زعما مشات ووصلت، ولكن هذا شوف هذا المظاهر هذه المظاهر ولا النقط النقاط السوداء هذه موجوده في العالم بيسره. وهنا في الجزائر بكثرة. على هذيك اللي نقول لك انا في بعض الاحيان تقدر انت تحير، انت تشوف مثلا مسرحيه وما تعجبكش والجمهور ما تعجبوش، ومن بعد هذيك المسرحيه تحصل على مرتبه عاليه وتحصل على احسن عرض. وفي بعض الاحيان ربما ما تسمعوش حتى بالحفل اللي قوموا به، يعني هل صارت لك العمري يعني في يوم ما داروا حفل ما عيطولكش فيه، ربما كانت الجوائز موزعه تحت الطاوله؟ ماشي شوفي في بعض الاحيان كاينه امور اخرى، في بعض الاحيان ماشي ما يعيطولكش، هو هذه عيطولك ولا ما يعيطولكش ولات ما تهمش زعما كيعيطولك واش راح يضيف لك والله انت واش رايح تضيف. من المفروض احنا نتمنوا يعيطوا لنا في وين نفيدوا وين نستفادوا. يعيطوا لنا مثلا نعطيك على سبيل المثال، قال لما يكون فيه مشروع كبير مثلا مشروع تاع قانون الفنان رايحين يديروا قانون ماذا بنا يشاورونا، فهمتي؟ هذو هما الامور اللي نحنا نتمناو يعيطوا لنا فيهم. انهم يعيطليش نتعشى ولا ما يعيطليش اللوطيل ولا ما يعيطليش الحفله ولا هذه ما تهمش، هذا هنا ماذا بنا يعيطوا لنا وين نقدروا نقروا ونضيفوا حاجه للوطن للشباب، حاجه اللي في صالحنا جميعا في صالح الفنانين. وعطيتك المثال، احنا الان راني نتفرج في التلفزيون راهم بصدد دراسة قانون الفنان. صح. اللي عندنا تقريبا 60 سنة استقلال ومازال ما عندناش قانون. صح، يحمي الفنان. مازال ما عندناش قانون، هذا 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 يبقى وصمة عار. على من ترجح ربما السبب؟ هل للوزارة ولا هل الفنانين اللي ما اتحدوش ولا ما وصلوش صوتهم؟ دولة واش يدير الفنان مسكين؟ دولة ما تحبش دير القانون الفنان، دولة كي تحب تقرر دير حاجة ديرها.
فهمت. ربما حتكون ربما قوانين تشرع في المستقبل تخص الفنان الجزائري هكا باش الفنان يعيش ربما بكرامة، يعيش ربما في رفاهية كذلك. والله رفاهية كبيرة كبيرة رفاهية كبيرة، غير يعيش عادي كما يعيش العامل الآخر هذا ما كان. تما انتو دروكا نعطي لك باش تفهموا مليح، هذا الفنان، الفنان اللي لازم يلعب مسرحية ولا يتورني فيلم باش يقدر يكون عنده ما يوازي الأجر تاع عامل عادي. إذا كان هذا الفنان ما لعب لا مسرحية ما تورنا فيلم، وهذا الفنان مثلا عنده 6 أولاد 7 أولاد وعنده دار عنده تريسيتي عنده غاز، تصوروا حالة الفنان هذا ما عندوش قانون، منين يخلص هذا الفنان؟ صح. شكون اللي راح يشوف ليه؟ تقول لي هذه المسؤولية تاعه، هو مش المسؤولية تاعه. نعم بلال، واش رأيك أنت في هذا الموضوع؟ والله كيما كان يقول أستاذي يعني نقدروا نقولوا يعني الفنان راه مخصوص بزاف، خاصة من الجانب الاجتماعي. لأنه الفنان سخر حياته كامل للفن، حبه للفن خلاه بالك ما، وخاصة اللي بداوا صغار. بدا الفن صغير ومشى في الفن، ما خممش تاع نخدم ونديروا هواية صح. فقط. ومن بعد يلحق السن معين يلقى روحه ما عندوش حتى صح. مصروفه اليومي. طيب لو نرجعوا دائما الى سي العمري، نرجعوا الى الدراما في رمضان اللي راهم الناس متشوقين باش يشوفوا ابرز الاعمال ولا يتعرفوا على ابرز الاسماء اللي راح تكون حاضره في هذا رمضان. تقييمك لرمضان اللي فات قبل ما ندخلوا في رمضان الاشعاعي، الاعمال الدراميه اللي جازت في رمضان اللي فات، هل كانت في المستوى؟ هل كان تقدم بالنسبه لمختلف الاعمال الرمضانيه الدراميه تحديدا ولا لا؟ لا في العام اللي فات كانت كاينه حاجه اخرى اللي حبيتها انا، ماشي تاع المستوى ولا تاع الجوده، كانت كاينه الكثره. انتاج كان زخم. نشوفوا الكثره، الكثره من باب انه يعني مد فرصه للفنانين باش يكون عندهم حظ في التواجد تاعهم وفي الخدمه، هذا جانب ايجابي. نعم. اما دوكا قضيه وين هي الاعمال الجيده، الاعمال الجيده ماشي الفنان اللي يقدر يحكم عليها بلا جيده، اولا عندك ذوق تاع الجمهور هو وكاينه جهات اللي ولكن تقييمك انت كفنان ربما في هذا الموضوع تحديدا كشفت. طيب نبداو بالمسلسل اللي شاركت فيه العمري، مسلسل يما. ايه يما. وش رايك فيه؟ انا اللي وش رايي فيه؟ في المسلسل ككل يعني. لو العمري ما كانش ربما ما كنتش انت في المسلسل تلعب دور المشاهد تلعب دور الجمهور، واش تقول في مسلسل؟ لو كان انا ما كنتش نشاهد. نعم. فيه ما فيه وعليه ما عليه، يعني مسلسل على العموم مقبول اللي يقدر يجلب فئه معينه، فئه من الشعب وعجباته يسمى مقبول. ولكن علاش كان ولكن علاش كان فيه لغط كبير على هذا المسلسل وكان فيه انتقادات كبيره من الجمهور طيلة شهر رمضان؟ المتابعات كذلك كبيره بسبب المشاهده كانت كبيره. مثلا انا اذا كانت فيه مثلا لغط وفيه هذاك مثلا، اعطيني مثال على الاسماء المشاركه في المسلسل. كانوا ضد الاسماء المشاركه، ما كانوش ضد الاسماء ولكن عندهم تعليق وتحفظ على مشاركه على بعض الاسماء كيما محمد رغيس كيما مونيا وغيرهم. انت واش ردك على هذا الموضوع ولا واش تعليقك على هذا الموضوع تحديدا؟ شوف انا نقول لك باللي ما نقولش باللي الجمهور عنده الحق، الجمهور ماهوش ناقد، الجمهور يتفرج اسكو يعجبه ولا ما يعجبوش. فهمت؟ الجمهور اللي عنده تحفظ ضد هذه الاسماء كاين ما يعادله اكثر انهم الناس ياكدوا على هذه الاسماء. فهمت؟ وهذه الخيار هذا يرجع للمخرج، المخرج اذا حب ممثل او ممثله تكون معاه. ولكن احنا حبينا نعرفوا رايك انت الشخصي سي العمري، ماشي المخرج ولا الجمهور. انا رايي كفنان، انا تعاملت معاهم كفنانين. انا تعاملت معاهم عادي كفنانين وما شفتش واش شفت انت يعني تاع الجمهور كان ضد ولا ما. يعني ما شفتش تعليقات الناس. ما شفتش هكاك. انا بالنسبه لي طيب تعاملت معاهم وهما تعاملوا معايا لانني كنت دوبل. يلا نروح لك سؤال واحد اخر، تقييمك ليهم كممثلين. يعني انت فنان مسرحي ما شاء الله عليك، تخرج كذلك وتخرج ربما ممثلين، كي تشوف ربما الممثلين اللي شاركوا معكم في يما ربما الاداء تاعهم كيفاش كان؟ والله شو لازم تعرفوا باللي انتم راه يما راه كلاسه احسن مسلسل. صحيح. باش يكلاسي مسلسل احسن راه يرجع للاخراج والسيناريو والاداء تاع الممثلين. تسمى
الغالبيه الاداء تاعهم مقبول جدا، سينو المسلسل ما يديش هذيك المرتبه. يعني انت تامن بالعمل الجماعي وهو كله عمل متكامل يعني؟ طبعا العمل الجماعي تحت اداره مخرج محترم، وحنا المخرج هذاك اللي خدمنا معاه مخرج محترم. نعم صح. كيفاش كانت العلاقه بيناتكم؟ العلاقه كانت جيده، مخرج تونسي. نعم العلاقه جيده، والعلاقه كانت مع المنتج كذلك جيده، وكانت الامور شوفي الاعمال والانتاجات الجزائريه تقريبا كامل تتشابه صح. من واحد الحاجه، هذا ما يمنعش باللي فيه بعض الهفوات في صراو، طبيعي جدا صراو اشياء كيما انتهنا في البلاطو صح صح اليوم راكبين غدوا نجي نلقاك تشوف في هذه مالغري فو بورتي لو ميم نو. ها لا لا هذه مش ما نشوف فيها اي ما هكذا بور لو مومون يصراو حوايج، كاين ضغط، كاين ساتوراسيون، كاين ارهاق، كاين كذا، الانسان يتقلق على المخرج، المخرج يتقلق على الممثل، تتقلق على المنتج كيما تزربش ما يزربش يخلصك، حوايج هذو يصراو في اي انتاج. بالنسبه لي انا انتاج يما انتاج محترم بالنسبه لي، حتى ولو كان ما كنتش نلعب فيه من تفرجوا هكذا انتاج مقبول ومحترم. نعم وجهه نظر اكيد. نعم نروحوا الان الى بلال، ربما علاش ما شفناكش حتى لليوم في اعمال تلفزيونيه في دراما في شهر رمضان ولا حتى في سائر الايام؟ شو نقول لك، بالك الفرصه مازال ما جاتش كي تجي الفرصه ان شاء الله مانيش راح نقول. ربما الفرصه ساعات يخلقها الفنان بادائه في مختلف عفوا المسارح، ربما في تواجده ايضا في مختلف البلاطوهات والدراري وين الناس تعرف عليه اكثر. لا لا طبعا هي احنا الشيء اللي نقدروا نديروا واش نديروا، كي نسمعوا باللي كاين كاستينغ نروحوا نشاركوا. شاركت انت؟ شاركت ما نقولكش بزاف ولكن شاركت، كانت لي مشاركات في كاستينغ، وتبقى الاختيار للمخرج، بالك البروفيل تاعك ما مش هو اللي حوس عليه، تبقى اختيارات، وانا مأمن باللي الفرصه كي تجي تجي ان شاء الله. يعني قضيه وقت وني مسترح في المسرح، كي تجيني الفرصه في التلفزيون مانيش راح نقول لا لا اكيد، كي ما تجيش باقي على امل ان شاء الله تجي. وحنا ماذا بينا نشوفوك في التلفزه ان شاء الله في هذا الشهر الكريم. انا سؤال، نعم. انتوا حابين تشوفوه في التلفزه؟ حابين نشوفوه في التلفزه لانه التلفزه يعني واجهه كبيره. كاين بعض الفنانين بعض الفنانين منهم هذا راحته والميول تاعو مسرح 70% للخشب اكثر من التلفزه. هذا مثلا كي يعود رايح الكاستينغ يروح مديكو ماشي، يروح ماشي زعما بالفرحه هذيك اللي يروحوا لها الشباب زعما حاب يدخل فيلم، وكانه كل ما كانه في راسه كل يقول. ولكن سي العمري، سي العمري التلفزيوني هو وسيله سهله للوصول، ليس غايه، ليس غايه، ولكن صحيح. وسيله سهله للوصول الى اكبر شريحه من المجتمع، الناس صحيح. تعرف عليه، تعرف على اعماله حتى قدراته. جميل في جدا التمكين. على هذا احنا اسسنا اون بواط دو برودكسيون. نعم التعاونيه تاعنا انيس، احنا الان رانا اسسنا في اوت هذا عندنا بواط اسمها انيسيم للانتاج السمعي البصري. بالبركه عليكم. بالبركه، ورايحين في عن قريب ان شاء الله نخوضوا في انتاج بعض الاعمال الفنيه، مسلسلات ودي سيري وافلام ان شاء الله وان شاء الله. طيب نقطه اخرى حبيت نفتحها معك سي العمري، بما انك موجود اليوم في البلاطو، واللي هي الاجزاء ربما اللي نشوفها في مختلف المسلسلات، هل انت مع او ضد انشاء اجزاء مختلفه من نفس المسلسل، الجزء الاول الجزء الثاني الجزء الثالث؟ هل هذا ربما يكون في صالح المسلسل ولا يكون ضده؟ انا مع الجزء الثاني فقط. الثاني وتحبس؟ تحبس ايه. علاه؟ والله من بعد يخلق نوع من الملل، ومن بعد تعاود تشوف تكرار نفس المشاهد. نعم. نفس المشاهد، ومن بعد كاينه حاجه مانيش على بالي، الحاجه قد ما تكون قليله قد ما تكون عزيزه، قد ما تكون كثيره قد ما تروح للعزه تاعها. مثلا نعطي لك انا مثلا نضرب لك المثال بيما يما، يعني واحد واثنين عجبوا الناس، ثلاثة بدا يلقى بعض الانتقادات. نعم. فنحبسنا في اثنين، هذا رأيي الخاص. حبسنا في اثنين تكون أحسن. نعم، طيب العمل في بعض الأحيان ربما تتغير كذلك، يتغيروا الممثلين، يتغير كذلك السيناريو، شفناها كذلك في مسلسل الخاوة، مسلسل الخاوة واحد واثنين، يعني ماشي كامل كيف الممثلين تبدلوا، الممثل الرئيسي راح، وش رأيك يعني لما يبدلوا الممثل الرئيسي؟ هذا تمسخير. للفيلم. تمسخير، لعب. هذا لعب، هذا لعب. شوفي علاه يصراو هذه الاشياء، مثلا
الخطا ما يتحملوش غير المنتج، الخطا يتحملو الفنان والمنتج. دوك نقول لك علاه يصراو هاد الحوايج. زعما رانا نتورنيو في مسلسل وانا دور رئيسي، من بعد رايحين نديرو رقم اثنين. رقم اثنين يظهر له الفنان باللي انه ما دام راهو مطلوب في رقم اثنين يضاعف الاجر ديالو. الاجر نقول لك يضاعف، يعني يقدر يطلب الضعف الدوبل. وهذا يدخل في واحد الخانه اسمها شونتاج، ما دام يعرف باللي هو اللي لازم يكون. تقول له اعطيني والله ما نخدمش، سما هذه ماشي مليح من طرف الفنان، ماشي مليح. ومن طرف المنتج انه مثلا تجيه سهله انه يبدل فنان. يعني نور الاجر يكون قليل. الاجر يكون قليل. لا ماشي غير على الاجر، هي لازم انتيرون دونتونت، لازم كيفاش يقولوا، لازم نتفق على حاجه بينهم في زوج. ما لازمش الفنان ما لازمش يدير هذاك الشونتاج تاع اعطيني نخدم ولا اعطي لي ولا ما نخدمش، والمنتج ما لازمش يسمح في الفنان في الممثل هذاك وفي الدور بهذيك السهوله، ومن بعد يتصرى هذيك لابانيك عند الجمهور واللي كان يشوفوا فيه واحد ولا واحد اخر. شفناها في مسلسل 10 على 10، داش المسلسل. ولكن الريزلت عند الشعب ما تكونش مليحه، يعني ما تقدرش تقنع الشعب باللي هذا هو هذا. طيب العمري، واش رايك ربما في مسلسل 10 على 10 لما تغير صالح اوغروت، ربي يشافيه ان شاء الله ويرجعوا الى البلاد ان شاء الله. نعم، واش رايك لما غيروا في هذه الادوار لما جاء حكيم زلوم؟ هل ادى الدور يعني كما 10 على 10؟ رايي هو راي الشعب، رايي هو راي الشعب. سويلح ممثل لا يعوض. كاين عندنا فنانين ما تقدرش تكون في بلاصتهم، مستحيل. حتى ولو ان حكيم ممثل ما شاء الله، حكيم زلوم ممثل اللي عنده مهارات، ولكن يبدو لي انا من الخطا انك تعوض ممثل كبير كيما صويلح. يعني في بعض الاحيان دوكا ما نقدرش نجيبوا احنا واحد اخر، نحيو عليوات ونقولوا له كمل دير كرنفال في دشره، خلاص ما تقدرش تصرى هذا الحوايج. في بالي باللي ما نقولش خطا، ولكن في بالي باللي عثره من شعلة بالي من المخرج، ولا رغم ان الممثل حكيم عنده مهارات كبيره. صح. طيب هذا الشيء هل يصرى نفسه في المسرح بلال ولا لا؟ لانه خاصه نقولوا باللي لو نحكيه على التلفزيون الانسان يقدر يشاهد اليوم وغدوه وتبقى الصوره مترسخه في ذهنه، هل نفس الشيء ربما بالنسبه للجمهور المسرح الصوره تبقى نفسها في اذهانهم ويصعب تغيير الشخصيه بممثل اخر؟ المسرح اصعب مسرح، لانه به دير عمل مسرحي راح يطلب منك تدريبات لمده 6 شهور والا عام باه توجد هذا العمل المسرحي. ثم هذو الممثلين اللي راح تعمل معاهم لو كان يحبس ممثل باه تعاود تجيب واحده، راح تعاود الخدمه تاعك من الصفر، راح تعاود تتعب 6 شهور والا 7 شهور باه تعاود العمل من جديد. هذه الصعيبه فيها. في التلفزيون ظن ما راح يكون دور جديد، راح يكون مسلسل جديد تعوضه، في المسرح اصعب. ويعني وهذو المشاكل ما نلقاهمش حنا في المسرح بزاف. نعم اكيد. طيب نرجع لك العمري، شفناك كذلك في ربما الاخضر، عماره الحاج الاخضر. نعم كوميديا. علاش ربما لو طلبوا منك نعم في عماره الحاج الاخضر تكمل معاهم هل تقبل ولا لا؟ ده واحد الاسئله ما يلقاش الواحد منين يجاوب. الله كيفاش لو طلبوا مني نكمل ولا لا؟ علاش ما كملتش مع الحاج الاخضر؟ شحال راهو الجزء الحاج الاخضر؟ لا ما كملتش، خدمت معاها عامين مرتين. ومن بعد في الوقت اللي نكمل انا كنت مشغول في انتاجات اخرى. طاحت في نفس الظرف. طاحت في نفس الظرف ما قدرتش، استدير منين يعيط لي، يعني الاعوام الاخرى منين يعيط لي لقاني في الانتاج تاع يما، كنت في يما ويما هذا طويل وتحضير وكذا، صافي ما قدرتش نتفرغ سينو مع الحاج ما شاء الله. طيب شخصيه الحاج الاخضر نفسها منذ الجزء الاول الى اليوم ما كانش تغيير، ما كانش تجديد، هذه ابرز التعليقات اللي شفناها من عند الجمهور. شو رايك انت في هذا الموضوع؟ اسكو الحاج الاخضر طور في الشخصيه ولا بقت نفسها منذ البدايه؟ حتى ولو كان ما تغيرتش الشخصيه تاع الحاج الاخضر، يعني من اللي بدات
ولكن تبقى شخصية راهي كي ننظروا نشوف الجمهور في الجزائر العميقة كامل يحبوا الحاج الأخضر. ولكن ما تشوفش حتى ربما إجحاف في حق الحاج الأخضر كممثل، وين الناس خلاص والفاتوا الفاتوا في الشخصية، فبالتالي يصعب خيال عليه الخروج من الشخصية. لا ما يصعبش عليه، هو إنسان فنان وإنسان اللي دار مارس المسرح ويعرف جيدا، هو حبت له باللي يخير هذيك الشخصيه ويقعد فيها دونك كاين جمهور راه ينادي بها والجمهور ماهوش هنا في العاصمه، لازمك تمشي تخرج من العاصمه صح. وتشوف تلقى باللي اكبر جمهور هو الجمهور تاع الحاج الاخضر. صح جمهور كبير، وانا شفته يعني لمسته شخصيا يعني. شوف من خارج العاصمه وروح حقيقة لقيت الحاجة في مختلف الولايات وشفت الجمهور اللي عنده لكن في الولايات. نعم حتى الحاج الأخضر ربما رد على هذا التساؤل. صح جاوب عليه وجاوب عليه عدة مرات في بلاطوهات تلفزيونية. فتحياتنا للحاج الأخضر من برنامج صباح. اكزاكت. والحاجة اللي تعجبني ثاني في الحاج الأخضر أنه متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، فحاجة ما تعجبوش يخرج في لايف ولا نعم. ويجاوب عليها الجمهور ويرد. نعم. أنت يا العمري ما مدى تواجدك على مواقع التواصل الاجتماعي؟ جميل. غائب. أنا خاطي. علاش؟ حتى ولو حاجه ما زعجاتك ربما. ما نكتبش، تزعجني كي تزعجني نوض لي كولون. ولكن ارائك انت يا كفنان. يمرمدني نتمرن معاه ناكل شويه كاشي وخلاص. طيب العمري لو ربما الجمهور طلب منك انك تشارك في ربما مسلسل نعم عاشور العاشر السيزون الجايه، هل تشارك ولا لا؟ ماشي الجمهور اللي يطلبك. مثلا يعني الجمهور حبك، الجمهور حبك تكون في عاشور العاشر. يا ما عليه غير يطالب المخرج، ماشي طالب انك يلا نقولوا المخرج قبل. ما نقبلش. يصير نقبل. وين شوف اي مخرج يعيط لك ويعطي لك دور محترم وانت نعم. تكون في دون زان كادر ثاني تاع احترام تخدم. نعم. يلا كريم حبيت برك فقط نفتح موضوع اخر معاه واللي هو موضوع الكوميديا في الجزائر. اسكرك تشوف اليوم الفنان الكوميدي الصح يضحك المواطن ولا لا بكل صراحه يعني؟ كاين بزاف اللي يضحكوا. كاين. اعطيني بعض الاسماء اللي تشوفها ناجحه في الكوميديا. في المسرح ولا في التلفزيون؟ لا في التلفزيون. التلفزيون انت سمي لي وانا نقول لك وي ولا يلا نبداو نسمو لك اول فنان نسموه لك اليوم الفنان خاسني. وي فنان خاسني الشاب اللي عنده طموح كبير وعنده نشاط كبير ويضحك في المجال الكوميدي، يضحك عنده فئه كبيره اللي يقدر يضحكها وممكن يخلف حتى فنانين كبار. طيب شكون هما اللي يقدر يخلفهم؟ يخلف اي فنان قبله وسبقه يكون كوميدي يقدر خطره اخرى. الناس الدرك كان تشوف المتتابعين تاعو عنده ما شاء الله قاعده جماهيريه اللي يحبوه. دوك دائما نقولوا الفنان قد ما عندك ناس يحبوك عندك فئه اخرى اللي ما تحبكش. يلا نروحوا لاسم اخر اللي هو الحياة. مصطفى العريبي. واش بيه يضحك ولا ما يضحك؟ يضحك ولا لا؟ دار الكوميديا. ما شفتوش في سكيلاتشي؟ تاع في التسعين. نعم. مصطفى ما نهضرش عليه باسكو صاحبي ومن بعد يقولوا يشكر فيه صاحبه ولا. مي مصطفى ممثل من طينه الكبار. وانت ما شفتوش في المسرح. حتى فوق الخشبه ممثل ما شاء الله. أكيد نعم ممثل غني عن التعريف. نروحوا إلى سهيلة معلم. ومن بعد نزيدوك اسمه خلاص نخلوه. سهيلة النظوظية تاعنا واش بها مليحة. هايلة هايلة. مليحة سهيلة مليحة ما شاء الله. واسمه زبير. زبير بالحر. نبيل عسلي. ونبيل روعة روعة. نبيل ألورلا. نبيل إنسان شوف فنان يتقن جيدا الدراما. يتقن جيدا الكوميديا، يتقن التراجيديا، يتقن القعدة خارج فنان الفن. كامل يعني متكامل والكمال لله. ما نبيل. طيب العمري حبيت نسقسي طيموشة. طيموشة من الأشطر. مين الأشطر ثاني قوة. ولكن جبت طيموشة ندخلوا إلى طيموشة وندخلوا إلى هذا السلسلة تحديدا. نروحوا إلى شخصية ميشيل في طيموشة. ربما طارق بوعرعر اللي هي ربما شخصية جديدة على المشاهد، جديدة على المجتمع الجزائري. لقى انتقادات كبيرة يوسف. انتقادات كبيرة ولكن لقى أيضا تفاعل كبير من الجمهور وحب. خلينا أنقلها بكل صراحة، رأيك في الشخصية، هل من الممكن أي فنان يتقمص ربما شخصية كما شخصية ميشيل في طيموشة ولا صعيب جدا أنه يتقبلها الجمهور؟ شوف في بعض الأحيان مش صعيب على الفنان باش يتقمص. الفنان سهل عليه أنه يتقمص لأن هذه مهمته. مهمتك أنك تتقمص شخصية معينة. الإشكال راه فيه
تقبل الشخصيه عند المتلقي عند الجمهور. لو كان نعرضوا عليك الشخصيه سي العمري اوكي الا قدرت نديرها الا قدرت نديرها الا قدرت نديرها والادوار اللي في هذه نعم. في هذه باللي طارق اقوى مني ويعرف خير مني في هذه هو ممثل هو رائع صراحه لا ممثل نعم. رائع وممثل اللي متخرج من المعهد اكيد ممثل نعم. نظن هو اقرب للشخصيه مني يعني. نعم شفنا خاصه كذلك في الادوار النسائيه يعني كانت ليه انتقادات كبيره من طرف الجمهور كاين اللي حبوه كاين اللي ربما ما تقبلش هذاك الدور انت العمري ربما كي تشوف هذاك الدور هل تقدر ربما تدير دور كما هو هو لازم نتعلموا نميزوا بين البيرسوناج ولا بيرسون ماشي بين الشخصيه وبين بين الشخص لازم نفرقوا يا ودي هذاك راه ركب شخصيه ومثلها ماهوش هذاك هو خاسان اكيد هذا الشيء على بالنا بي. إيه صح كاين لازم ما نبقاش نشوف فيه باللي خاسان يدير هكذا نشوف باللي كيفاش قدر يجسد هذيك الشخصيه ويبرع فيها هو فنان بزاف جسدها كيما ماما مسعوده هذا هو المشكل هذا هو المشكل وكان عندنا كيما علاه ماما مسعوده ما تلقاش انتقادات علاه علاش الجواب عندك لان ما كانش مواقع التواصل ما كانش الناس وين ذاك مي ربما راه حتى في بلاده في تيار ثم ربما راهم كاينين الناس يقولوا كيفاش تلبس هذيك الروبه وكيفاش دير هذيك لان هذه ترجع لطبيعه الشخص الجزائري الشخص الجزائري المجتمع الجزائري مجتمع ذكوري فهمتي ومجتمع اللي عنده واحد التقاليد متمسك بها ما يسمعش فيها ما يقدرش حتى واللعب يقول تسمى دوكا واش دار خازن يا اخي تسمى ويلعب حتى في اللعب وما يقبلهاش صح جيت تلعب مع الجزائري تقول له مثلا راه ما ندير لك ما يتقبلهاش صعيب انه باللعب ما يتقبلهاش هذا وين كيديرها في البلاطو ويشوفوها ربما هو هذا الشيء اللي يخلي مختلف الفنانين يرفضوا اداء هذه الادوار خوفا من الانتقادات الجمهور شوف كاين وين ايه كاين ثاني وين لازم ترفض كاين وين لازم ترفض باعتبارك انك تنتمي الى مجتمع متدين مجتمع محافظ مجتمع اللي الماده الثانيه في الدستور الاسلام دين الدوله كاين وين تفرع انا تعرض عليا فيلم في كنا في سويسرا وبدينا التصوير ومن بعد وصلنا لواحد المشاهد ما قدرتش وشنو هما الخطوط الحمراء تاع العمري كعوان الخطوط الحمراء شوف كاينه ما يسمى بالثوابت مثلا انا نقدر ننتقد السلطه ننتقدها نورمال والاشخاص اللي في السلطه لكن ما نقدرش ننتقد الوطن هذه من الثوابت الوطن انا نقدر ننتقد السلوك تاع المسلم لكن ما نقدرش ننتقد الاسلام نعم الاسلام فهمت باعتبارنا مسلمين ما تجيش دوك انا غدوه في البلاطو وتقول لي وتساومني في ديني وتقول لي واش رايك في الاسلام مليح لينا ولا ماشي مليح لينا السؤال هذا ما نسمحش به هنا هذه هي الخطوط الحمراء تاعك العمري نعم الخطوط الحمراء ما تناقشنيش في الدين ما تناقشنيش في الوطن ما تناقشنيش كذلك في لغتي وهويتي الهويه تاعي سواء كنت هويه سواء كنت عربي او امازيغي جزائري ما تناقشنيش فيها هذه هذا خيار تاعي خلاص وخيار تاع اجدادي وكنت خلاص اتفقنا عليه نوصل نخدموا جيب لي المسلسل ولا الانتاج تاعك نقراوه باحترام وين نشوف كاين وين هنا انا نقولها لك في سويسرا طلبوا مني باش نمثل بلا نحل الامور وكاينين اللي يقدروا يديروها للاسف انا ما قدرتش رغم انك لازم تسمح من بعد في الكونتر تسمح في الدراهم تسمح في التعب تخليت على كلش العمل انا تخليت وكاين اللي ما يقدر وكاين اللي تجي عادي نعم هذه خيارات سيدي شوا تاع ناس ممكن انت غدوه تروح التورني تقبلها انا ما نقبلهاش ممكن العكس كل واحد وقناعته كل واحد وقناعته كل واحد وخطوطه الحمراء في حياته نعم ماشي غير زعما في التمثيل في الحياه اليوميه عندنا قناعات عندنا مبادئ نمشيو عليها مبادئ هذه منين كسبناها كسبناها من الخبره تاعنا كسبناها من والدينا من تربيتنا صح نمشيو على هذيك المبادئ شكرا لك العمري الان نرجع لك بلال كاخر نقطه ربما اعمالك المستقبليه اللي راح تمتع بها جمهورك في هذا العام والله ان شاء الله احنا دائما مع الاستاذ العمري كعوير رانا نحضروا المونولوج كاين مونولوج ان شاء الله راح نبدا في التحضير تاعو انا ومونولوج الرفيقه اللي معايا ايا درصه الخرفي هذو كمشاريع اللي تقدر تقول بدينا فيهم وفيما يخص عندنا مشاريع اخرى يعني للتعاونيه تعاونيه انيس اللي هما في تربصات وانتاج ان شاء الله
مسرحية مسرح الشارع. نعم إن شاء الله الجمهور يكون عند المسرح ديالكم ويتابعك بلال ويتابع كل الأعمال اللي تقدموها أنت والأستاذ العمري. كلمة أخيرة أستاذ. واش نقول؟ قولوا لي أنتم. قولها للجمهور ديالك اللي يشوفك عبر صباح الوطنية. الجمهور إحنا أنا أول مرة نجي للبلاطو تاع الوطنية. شرفتنا. لقيت ناس طيبين. خاصة الكادرور هذا ما شاء الله ما زعفش علينا هواري سمعت ما زعفش علينا كنا نطبطبوا في الباب لا دار دارك العمري والمنشطين ما شاء الله شكرا يطول عمرك عندي عليكم تحفظ كيفاش في زوج يحيوي هذه وان شاء الله يعني ان شاء الله هذه القناة نتمنوا لها التوفيق وان شاء الله نتمنوا لها تولي من اكبر القنوات في الجزائر وتخوض انتاجات وان شاء الله ان شاء الله تكون معنا كذلك امين امين يا رب شكرا لكم ضيوفنا اذا